like, subscribe. صباح الخير، ازيكم حبيبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا نعمل مع بعض النهارده طاجن الكفته بالبطاطس التحفه ده. فعلا الطعم والريحه بتفكرك بطاجن ستك بتاع زمان، حلو جدا جدا ويعجبكم، والطريقه فعلا حلوه خالص. طاجن البطاطس دوا هتعمليه بطريقه هتعجبك خالص خالص. الكفته متماسكه والطعم والريحه حلوه خالص، هتعتمديها في كل مره وفي كل حفلاتك وعزوماتك. عايزين مع بعض نص كيلو لحمه مفرومه وبطاطس مقطعه وبصل مفروم وفلفل مقطع وطماطم مقطعه وبقدونس او كزبره لو متوفره وتوم، معلقه صلصه، والبهارات هتكون ملح وفلفل، بهارات لحمه وبابريكا او شطه لو حابين ان هي تبقى حاره شويه. هنحط اللحمه معاها البصل المفروم، هيتحط بالميه عادي جدا مفيش مشكله، وهنبتدي نحط شويه بقدونس على كزبره ونحط البهارات ملح وفلفل وكزبره وبهارات لحمه. نعجن كويس جدا لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضيها، ونسيبها 10 دقايق ترتاح ونبتدي نصبحها. هتصبعيها على ايديكي كده، هتطلع معاكي كمية حلوة جدا. ده شكلها. جاهزة معايا، نسيبها على جنب. بتوسع على النار، تعال بقى نقلي البطاطس المكعبات. لما تقلي البطاطس كده بتديها كده لون محمر وبتديها طعم جميل. يستحسن ان انت تقليها وما تحطيش البطاطس نية في الطاجن. شايفين لونها عامل ازاي؟ هو ده اللي احنا عايزينه بالظبط. نجيب الطاجن بتاعنا ونبتدي نحط قطعة زبدة ندهن الطاجن كله. ممكن تعمليها في صينية عادي جدا، بس الطاجن بيديكي طعم الفلاحي الجميل كده. نحط البطاطس، الطماطم، الفلفل، تقليبة بسيطة. نبتدي نحط البقدونس والكزبرة، والسر هنا بقى معلقة الصلصة مع معلقة الثوم مع البهارات، هي هي ملح وفلفل وكزبرة وبهارات لحمة، شوية مية دافية، ونقلب ونبتدي نحط على الطاجن بتاعنا. قلبي كل مكوناتك مع بعض، وبكده الطاجن بتاعك جاهز. نحط عليه الكفته. رصي الكفته بتاعتك، احلى طاجن كفته بالبطاطس هتاكلوه في حياتك. يلا بينا بقى على الفرن. بعد ما استوى، شايفين شكلها عاملة ازاي؟ والبطاطس والصوص بتاعها والكفتة تحفة تحفة تحفة. تعالوا ندي طعم الكفتة المشوية بفحماية مولعة مع معلقة من الصوص بتاع الكفتة او معلقة زيت عادي ممكن. غطيها بورق ألمونيا وسيبيها نص ساعة، تاكلي احلى طاجن كفته مشويه في الفرن. طعم فعلا حكايه والريحه حلوه جدا جدا.
بعد النص ساعة الطاجن بتاعك جاهز، تقدميه بالطريقة اللي انت عايزاها، شوية رز ويتحطوا في الطبق ونعمل شكل حلو. نقلب الرز بتاعنا في طبق ونقدمه بالشكل الجميل ده، وفي النص نحط الكفتة والصوص بتاعها. أحلى طاجن بطاطس بالكفتة، ممكن تجربوه، الطعم والريحة حلوة جدا جدا. جربوه بالطريقة دي، هيفكرك فعلا بطاجن الكفتة بالبطاطس بتوع ستك وأجدادك. حلوة جدا، جربوها فعلا حبايبي. شكرا ليكم وبألف هنا. لو عجبتكم الوصفة معايا النهاردة وعجبكم الفيديو، ياريت تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان يوصلوا فيديو مسلم مرة كانوا لايك سبسكرايب.